وأرحب بضيوفي في هذه المناظرة. معي من القاهرة عبر سكايب مجدي شندي الكاتب الصحفي، أهلا بك معنا سيد مجدي. وأيضا من واشنطن الدكتور محمد رزق المحلل السياسي المصري، أهلا بك دكتور. أهلا بك. طيب أبدأ معك من القاهرة سيد شندي، السؤال ببساطة في أربع كلمات: بناء المدارس أم بناء السجون؟ بالتأكيد عليم وأصحاء مقدمات أي شيء آخر، ولكن لا ينبغي أن نتصور أن أي مسار لتحديث الدولة المصرية يمكن أن يؤثر على مسار آخر. يمكن أن نفعل الخطوات في اتساق مع بعضها البعض، يعني لكن بالتأكيد هي الأولوية للتعليم والأولوية للصحة، بعد ذلك يأتي أي شيء آخر. فيما يتعلق ببناء سجن جديد، لا يضير الناس كثيرا أن يعني تتحسن حياة نزلاء السجون حينما يعني يضطرون إلى دخولها، لا يسعدنا كثيرا أن يكون السجناء يعيشون في أوضاع غير إنسانية، في أماكن احتجاز غير آدمية وخلافه. الأهم من بناء السجون هو العقلية التي تحكم داخل السجون، ألا يكون هناك مظلوم في سجن، إن ألا تطول مدد الحبس الاحتياطي بحيث تتحول إلى عقاب، أن يحصل السجين حتى المحكوم عليه على حقوقه في مكان مناسب يصون آدميته ويحفظ كرامته، أن تكون الظروف الصحية في السجن لا تصيبه بالأمراض. وبالتالي ليست المشكلة في بناء سجن جديد من عدمه، إنما المشكلة الأساسية في التعامل داخل السجون، وهو ما تؤكد عليه الحكومة المصرية أن الأمور تتغير، وهناك يعني محاولة لاشتراطات حقوق الإنسان، ونأمل أن يكون ذلك صحيحا. لكن إذا كان شخص ما سيحتجز في سجن، فالأفضل له أن يحتجز في سجن يعني تتوافر به شروط الحياة الآدمية، أن يستطيع أن يرى الشمس، أن تكون الزنازين أو العنابر جيدة التهوية، لا تصيبه بأمراض ولا تصيبه بهلاوس وعقد نفسية. وبالتالي تحسين حياة هؤلاء هو أمر مهم جدا. المهم في رأيي هو يعني إخلاء السجون من كل مظلوم فيها، وليس من المهم. أرجو من الزملاء معالجة هذه المشكلة، لأن السيد مجدي شندي لا يصل إليه صوتي. دكتور محمد رزق، النقطة التي أثرها السيد شندي، فكرة المشكلة ليست في بناء السجون، المشكلة في طريقة التعامل داخل السجون. ولكن هل موازنة التعليم في مصر كافية كي نتحدث أن المشكلة ليست في بناء سجون جديدة بهذه الميزانية الضخمة، وفقط المشكلة في الانتهاكات داخل السجون؟ تحياتي لحضرتك. تحياتي للمشاهدين وضيفك الكريم. هو حقيقة الأنظمة العسكرية والأنظمة البوليسية التي تحكم الشعوب لا تبني مدارس أو جامعات، ولكنها تبني سجون لقمع الأصوات المعارضة وقمع كل صوت يخرج لإيضاح الأخطاء أو للتنبيه إلى الفساد أو ما إلى في حالة مصر. الأمر يتعلق ب يعني أكبر من اللقطة، يعني إحنا عدينا موضوع إنه أي حدث جلل بتصنعه الحكومة المصرية أو النظام الحالي من أجل اللقطة، إحنا تعدينا هذا. بمعنى إن هناك تقرير من الأمم المتحدة لمفوضية حقوق الإنسان في الاجتماع الأخير، أدانت في 31 دولة موقف مصر من قمع الأصوات المعارضة، وأيضا السجون أحد هذه الأدوات، لأنه مصر كدولة، مصر مبرمة أو موقعة على اتفاقية تابعة للأمم المتحدة تتعلق بالسجون والمساحة اللي هي بتوفرها
للسجين والرعايه وما الى ذلك. ومبنى على هذا التقرير وتقرير اخرى فمصر انتهكت تلك المعاهده، فبالتالي هذا المجمع الذي اشرت اليه حضرتك هو لمجرد تجميل وجه النظام لكنه في الحقيقه. طب دكتور محمد انا خلينا نقول لك بعض الاراء اللي دايما بتقال في الاعلام المصري تحديدا صحيفه اليوم السابع هي من هواة هذه المقارنات. دايما لما بيتم انتقاد اي حاجه في مصر بيواجه من انتقد هذا الوضع بالاتي: ما انتوا عندكم في بريطانيا سجون كتير، ما انتوا الحكومه في امريكا بتصرف كام مليار على بناء السجون، وبالتالي الدوله بتعمل في مصر يعني بتعمل جمهوريه جديده طبيعي جدا يكون في ميزانيه بتصرف على السجون. ايه تعليقك؟ التعليق بسيط جدا، يعني السجون هي اماكن لاعاده تاهيل وانتجريت الشخص اذا كان تعدى على القانون او حبس لشخص بشكل او باخر او سلبت حريته لاعاده دفع وادماجه مره اخرى مع المجتمع. فبالتالي هناك معايير لابد من تطابق هذه المعايير في اماكن الاحتجاز. فبالتالي انا النهارده عشان اعمل مجمع سجون وافتخر ان دي حاجه كويسه، لا بالعكس، انا لو بنيت مدرسه افضل من السجن. انا طيب. لو وجدت جزء من ميزانيه هذه السجون، لان طبقا للي انا قريته يعني مؤخرا انه تخطى عدد السجون او اماكن الاحتجاز في مصر، انا مش فاكر الرقم بالتحديد بس على ما اظن ان هو اكثر من 50 مكان. طيب بالحديث عن الارقام دكتور دعني اعود للسيد شندي مره اخرى. سيد مجدي شندي، الارقام الرسميه تتحدث عن بناء هذا النظام المصري منذ 2014 اكثر من 22 سجن تقريبا، إضافة إلى أكبر مجمع سجون الذي أعلن عنه في الأسابيع الماضية. يعني إذا ما عقدنا مقارنة بالأرقام، كم تبلغ ميزانية بناء 22 سجنا في 8 سنوات، وكم أنفق النظام المصري على بناء مدارس؟ يعني إحنا شفنا الولاد الصغيرين يعني غلابة جدا قاعدين على الأرض في الفصل والفصول فيها أكثر من 90 واحد. يعني السجون التي تتحدث عنها تم بناء آلاف المدارس خلال 7 سنوات الماضية، وبناء 4 جامعات أهلية جديدة، وهناك أيضا إنفاق على التعليم وميزانية التعليم، يعني ميزانية كبيرة. صحيح أنها لم تصل بعد إلى يعني ما حدده الدستور من إنفاق على التعليم والصحة، لكنها ليست ميزانية صغيرة ولا يمكن المقارنة أبدا بما أنفق على التعليم وما أنفق على بناء السجون. سيكون ذلك ظلما بينا، يعني أيا كانت تكاليف السجون التي أنشئت، مصر يعني تبني آلاف المدارس سنويا وتحاول أن تلاحق ايضا اعداد الطلاب اعداد التلاميذ الذين يدخلون المدارس، وهي بالتاكيد في حاجه الى المزيد من بناء المدارس لتقليل الكثافه في الفصول. ويعني اذا كنت تحدثت عن صوره من مدرسه فهناك يعني عشرات الالاف من المدارس في مصر ليست فيها هذه الصوره بالضروره. وبالتالي الحديث حول أن بناء السجون هو بديل هذا. طيب سيد مجدي، يعني بالحديث عن أن صورة واحدة هناك عشرات الألاف، أنت تعيش في مصر، يعني هل لديك معلومة كثافة الفصول في مصر، المعدل كثافة الفصل الواحد كم طالب تقريبا؟ هل هناك معلومة بذلك؟ يعني الإحصائيات تقول أنه في حدود 45 تلميذ في المتوسط، ولكن يفترض أن يقل هذا الرقم ليصل إلى 30 تلميذا كحد أقصى. وهذا الموضوع يحظى بنقاش وجدل شعبي كبير في مصر، إذ أن يعني التعليم هو ما يضع علامات المستقبل لأي دولة، وتطويره يمثل أولوية قصوى مع الاهتمام بالصحة على أي شيء آخر. ولكن ليس معنى أن هناك حاجة في مصر لبناء مزيد من المدارس أن تتوقف الحياة
في كافة المجالات الأخرى حتى يتم الانتهاء من بناء المدارس. نحن نتعامل مع دولة كبيرة لها احتياجات في ملفات متعددة، حينما تسير بالتوازي في كل الملفات، وكل عام يتحسن عن العام الذي سبقه، ينبغي أن نرحب بذلك. لا توجد دولة في العالم تخصص يعني الغالبية العظمى من نفقاتها للتعليم ولا تخصصها للدفاع ولا. طيب جميل، دعني أعود لدكتور محمد رزق مرة أخرى. دكتور محمد، هل الأزمة، نعم سيد مجدي سأعود إليك مرة أخرى، دكتور محمد هل الأزمة في مصر أزمة أولويات في الإنفاق أم أن السجون هي الأولوية الرئيسية الآن؟ لأن السيد مجدي يتحدث وكأن الأمر يعني لا يبدو كثيرا تحت السيطرة، ولكن هناك جهود كبيرة من النظام لتطوير التعليم وكثافة الفصول، 45 طالب فقط داخل الفصل الواحد، ما تعليقك؟ هو المشكلة تكمن في العقلية التي تدير، يعني العقلية بتدير بشكل بحت. تجلى هذا في لجنة الاستماع اللي حصلت في الكونغرس الأمريكي منذ عدة سنوات، إنه النظام الحالي في مصر يحاول قدر الإمكان عدم تكرار ما حدث في 25، فبالتالي الأولوية أو النظرة الأمنية هي نظرة طبية. فعندما نتحدث عن السجون مقارنة بالمدارس، يعني يمكن أنا من ضمن الأرقام التي سمعتها بالنسبة للفصول في مصر يتخطى هذا الرقم بكثير اللي ذكره ضيفك الكريم، لكن دعني أقول لك مثلا أنه في الولايات المتحدة الأمريكية لا يتعدى الفصل عن 12 طالب، يعني هذا ستاندرد موجود في الولايات المتحدة الأمريكية. فإذا أردنا بالفعل مجابهة مشكلة التعليم في مصر، وهي مشكلة عويصة، وطبعا في بنود في الدستور بتحدد الرقم اللي يصرف على هذا البند، لابد ان احنا نواجه هذه المشكله ليس بنظره امنيه بحته، ولكنها بنظره علميه تتحدث عن مستقبل مصر. هذه الاجيال هي من سيحمل يعني حقيبه مستقبل مصر في المستقبل، فلابد ان يكون في هناك متخصصون هم من يضعون خطه التعليم، وليس ضابط امني يضع خطه التعليم. طيب الرئاسة المصرية تحدثت أننا بنستلف فلوس عشان نبني كباري وطرق، هذا ما قاله السيسي بنفسه منذ أسبوعين تقريبا. طيب إن كانت الحكومة المصرية لديها أزمة في الاعتمادات المالية، في عجز الموازنة، طب إحنا ليه مش بنستلف الفلوس دي عشان المدارس؟ يعني السيد شندي قال كذا مرة أن التعليم أولوية عند مصر وعند بلدان كثيرة. دكتور يعني مرة تانية، ليه إحنا مش حاسين كإعلاميين كصحفيين كمراقبين أن هذا النظام يولي التعليم سواء البنية التحتية أو المنظومة بشكل عام أهمية كالتي يوليها للسجون؟ لأنه النظام بيبغي البقاء، النظام بيبغي أن هو بيعمل إنجازات على الأرض، أن هي يعني كتلة صامتة متأرجحة ما بين، أو كانت متأرجحة ما بين 25 يناير والنظام القديم، تقف في صف النظام. فبالتالي هذه المشروعات أنا من منظوري المتواضع يعني أو غالبيتها من أجل اللقطة، ولن تعود على الاقتصاد المصري شيء، لأنه كما سمعت من قبل في برنامج حضرتك أنه لا يمكن حضرتك تستلف قرض بالدولار وتحوله لطوب وأسمنت وتنتظر أن أنت هتقدر تسدد هذا القرض وفوائده. دي نظرة يعني استثمارية أو اقتصادية خاطئة على الإطلاق. لابد أن توجه هذه القروض إلى مشروعات استثمارية، هذه المشروعات تخلق فرص عمل وتحقق تنمية حقيقية. أنا الكوبري هيحقق لي تنمية في إيه؟ يعني الطريق هيحقق لي تنمية في إيه؟ طب أحسن في البداية الطرق اللي موجودة عندي، يعني بدل ما أعمل طرق جديدة أوصل، يعني أحسن الطرق اللي عليها اختناقات، من على سبيل المثال مثلا من المواني إلى داخل المدن، هذه الطرق عليها اختناقات. طيب ما هو الكلام إنه هو فعلا عمل ده، إنه في شبكة طرق وكباري دلوقتي ومحاور جديدة، يعني قللت بشكل كبير الاحتقان المروري في كثير من المناطق. طب السؤال هنا، هل شبكة الطرق دي يا فندم انت بتدفع فاتورة سنوية اللي هي غرامات تأخير السفن تتخطى 900 مليون دولار؟ السؤال هنا، هل هذه الطرق خفضت هذه الفاتورة ام رفعت هذه الفاتورة؟ الفاتورة بتاعتك السنة دي تخطت المليار دولار. طب اذا الطرق ما عملتش حاجة، لانه انت ناسي ان عندك معدل كثافة، عندك زيادة سكانية، عندك طيب حقبة داخلية الناس بتنتقل من مكان لآخر. فبالتالي أنت حضرتك لما بتيجي لأماكن الاختناق
يعني لما ناخد مينيت في اسكندريه اللي هي اكبر ميناء فيها تكدس على مستوى العالم، لابد ان يكون عندك يعني خارج الصندوق انك تفك هذه الكثافه اللي موجوده في الميناء لتسمح بمرور تلك المنتجات الى داخل المدن او داخل الاماكن التوزيع وما الى ذلك بدون اي اختناقات. فالسؤال هنا، هل وفرت جزء من فاتوره غرامات التاخير؟ بالعكس وفرت. أشكركما شكرا جزيلا من واشنطن دكتور محمد رزق المحلل السياسي المصري، ومن القاهرة مجدي شندي الكاتب الصحفي المصري، شكرا جزيلا لكما.